السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الجنة دارا للمتقين، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا من عنب، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة أي ليلة الإسراء والمعراج، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ أي القصور والقباب العالية من اللؤلؤ، وإذا تربتها أي الطينة المسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله الصحب الكرام رضي الله عنهم أن يصف لهم الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأزفر، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، ومن يدخلها ينعم ولا يبأس، يخلد ولا يموت، ولا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. وتصور معي ماذا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فالله سبحانه وتعالى يقول: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فالله سبحانه وتعالى جعل بناء الجنة العام لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أما قصر خديجة رضي الله عنها وأرضاها من ذهب خالص. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقسم لنا بأن شجر الجنة، اسمع، ساقه من الذهب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها، وإن شئتم فاقرأوا قول الله عز وجل: وظل ممدود. أما شجر الدنيا منه ما يثمر في الشتاء، ومنه ما يثمر في الخريف، ومنه ما يثمر في الصيف أو الربيع، أما شجر الجنة دائم العطاء. واسمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول: أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. والنبي عليه الصلاة يقول كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن شئتم فاقرأوا هذه الآية الجميلة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، وانتظرونا في الحلقة القادمة لنرى سويا أدنى أهل الجنة منزلة
وآخرهم دخولا. نسأل الله أن نكون من أهل الدرجات العلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.